ديلي ميل بتقول بريطانيا وأمريكا أعدمتا 50 شخصاً بدون محاكمة بزعم انتمائهم للإرهاب. كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن سلسلة انتهاكات واسعة تمت على يد الشرطة البريطانية بالتعاون مع سلطات الولايات المتحدة الأمريكية، حيث غذت الأولى الثانية بمعلومات عن بعض الأشخاص المشتبه في قيامهم بجرائم بغرض اغتيالهم بدون أي نوع من أنواع المحاكمة، وذلك تحت غطاء الحرب على الإرهاب. وقالت الصحيفة إنه من بين قائمة اغتيالات التي كشف عنها تقرير لجمعية حقوقية مكون من 50 صفحة أسرة بريئة تورطت الشرطة البريطانية في قتلها، وأن 50 شخصاً أفغانياً آخرين تم قتلهم دون محاكمة يعملون في المخدرات، وذلك في عام 2009. وأضافت الصحيفة أن بعض هذه الاغتيالات تمت على أراضي دول أجنبية وليس في الولايات المتحدة وبريطانيا وحدها، مستخدمة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية كالطائرات بدون طيار والصواريخ. وصلنا بقى للإندبندنت، الخبر بقى اللي قلت لكم عليه في الأول. بقى قال لك ايه رئيس فنزويلا بيقول للستات هناك ايه، ما تستخدموش السشوار. مره زمان حد قال لي قولي سشوار 10 مرات ورا بعض، فطبعا مستحيله. ما تستخدموش السشوار وما تجففوش الغسيل بالكهرباء، يعني سيبوا الغسيل ينشف بره في الشمس بتاعت ربنا كده عادي. ده رئيس فنزويلا. الخبر بيقول من اندبندنت، رئيس فنزويلا للنساء لا تستخدموا السشوار ولا تجففوا الغسيل بالكهرباء. خرج رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مطالبا النساء بعدم استخدام مجفف الشعر السشوار حلا لأزمة الطاقة، لأنه يستهلك كهرباء كثيرة وشعر النساء أفضل من غيره بحسب رأي تعبيره. وقال مادورو: أرى أن المرأة تبدو أفضل حين تدير أصابعها في شعرها ليجف بصورة طبيعية بدلا من استخدام المجفف الحراري. وقال موقع صحيفة اندبندنت البريطانية إن مادورو قرر أيضاً منح موظفي الدولة إجازة ليوم الجمعة لمدة شهرين كنوع من التعويض عن نقص الكهرباء. كما حث الرئيس الفنزويلي المواطنين على زيادة جهودهم لتوفير الطاقة، بما في ذلك ترشيد استخدام الأجهزة ورفع درجة الحرارة، حرارة مكيفات الهواء، إضافة إلى دعوته للنساء بتقليل استخدام مجففات الشعر وكذلك تكفيف الملابس عن طريق تعليقها بدلاً من استخدام المجففات. والله أنت لما تقرأ الخبر ده طبعاً تضحك، بس لما تفكر فيه حلو قوي إنه فيه بساطة يا جماعة. يعني مش عيب إن رئيس بلد يطلع يتكلم كده بشكل بسيط ويتكلم مع الستات ويقول لهم اعملوا ده وما تعملوش ده، يعني فيها نوع من اللطافة يعني. بس احنا ما جينا نعملها هنا من كام سنة الحقيقة فرطت مننا شوية. فاكرين كان في مسؤول كده كان طالع بيتكلم على الرضاعة وبيقول إن الرضاعة هي السبب في مشاكل الأطفال عشان الأم بتبقى مش عارفة عاملة إيه أو مش عاملة إيه، فأحيانا بتبوظ مننا شوية يعني. خلينا زي ما احنا بلاش. الجارديان: توتنهام يكتسح مانشستر يونايتد 3-0 ويقترب من ليستر سيتي. حقق فريق توتنهام فوزا كاسحا على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام الجولة 33 من الدوري الإنجليزي. وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده للنقطة 65 بفارق 7 نقاط خلف ليستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد الشياطين الحمر عند 53 نقطة في المركز الخامس، حيث سيصبح بذلك الثعالب في دوري أبطال أوروبا رسميا في الموسم المقبل بهذه